بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. فبنتكلم عن الموعظه على الجبل بتاعت المسيح على الجبل، وكلمنا على اول تطويبات طوبى للمساكين بالروح لان لهم ملكوت السماوات. Thank you. فعايزين نكمل هذه التطويبة نكملها. فالإنسان المهم يكون مسكين بالروح أمام الله، لكن في ناس بيبقى عايز يكون مسكين بالروح أمام نفسه، أو واحد يكون مسكين بالروح أمام الناس، لكن المهم إن الإنسان يكون مسكين بالروح أمام الله. المسكين بالروح أمام الله لما يجي يقف قدام يصلي قدام ربنا يشعر ان هو انسان ضعيف، يشعر ان هو انسان منسحق الروح، يشعر ان هو لا يستحق ان يقف امام الله ويصلي ويقول كلمات فيها انسحاق قلب، زي بالضبط الانسان العشار اللي دخل الهيكل مكسوف يرفع نظره الى فوق وبص للأرض وقرع صدره وقال اذكرني يا رب اللهم ارحمني أنا الخاطئ، وخرج مبررا وربنا قبله وفرح بصلاته قصيرة جدا لكنها صادرة من قلب منكسر متواضع. فالإنسان المنكسر الروح لما يجي يقف قدام ربنا يصلي يقول له ايه مثلا؟ مين انا يا رب الذي اقف امامك واصلي؟ انا مين انا؟ ده انا تراب ورماد ولا استحق الوقوف امامك. للملائكه بتقف امامك ويغطون وجوههم من بهاء مجدك. انا اروح فين انا بالنسبه لهم دول؟ ولذلك الكلمات المنسحقه دي اللي بتصدر من القلب المنسحق ربنا يقبلها ويكون لها استجابة سريعة عند الله. كذلك اللي بيقف أمام الله ومنسحق الروح ما يطلبش حاجة كوريث لربنا أو كابن لربنا، مع كلنا أولاد لربنا، لأن ربنا قال في نقطتين اخضع جسدك لروحك واخضع روحك لروح الله، والذين انقادون بروح الله هم أولاد الله. اللي انقادوا بروح الله هم أولاد الله. إذا كنا احنا بننقاد بالروح القدس اللي ساكن فينا فنحن أولاد الله. وربنا قال لنا ما تيجي تصلوا قولوا أبانا الذي في السماوات. أبانا الذي دي معناها إيه؟ إن إحنا أولاد الله. وقال تعالوا إلي مبارك أبي رث الملك المعد لكم منذ تأسيس العالم. فالإنسان لما يقف قدام ربنا وهو مسكين بالروح ما يطلبش حقوقه كابن ربنا، لأن الابن طبعا يقدر يطلب من أبوه اللي عايزه. وكذلك أيضا ما يطلبش إن هو يرث الملكوت مع ربنا لأنه غير مستحق. فالشعور بعدم الاستحقاق شيء نوع من الاتضاع ربنا بيقبله، والقلب المنكسر والمتواضع لا يرثده الله. الله قريب جدا من منسحقي القلب. الإنسان المنسحق القلب والمنسحق الروح ربنا قريب جدا منه. إلى هذا أنظر إلى المسكين والمرتعد من كلامي. المسكين الذي الواحد يشعر في داخله أنه هو لا شيء. كذلك أيضا المسكين بالروح ما يقدرش يقف على ربنا ويتجرأ
ويقول له يا رب أنا عايز مواهب الروح القدس، اديني يا رب موهبة شفاء المرضى، اديني يا رب موهبة إخراج الشياطين، اديني يا رب موهبة التكلم بألسنة. لا يجرؤ أن يطلب أي شيء من هذه المواهب. وإذا ربنا تحنن عليه واداله موهبة من هذه المواهب من نفسه ربنا من غير ما يطلب، يوم يطلب من ربنا أن يديله تضاعا لكي يحتمل هذه الموهبة. لأن ما فيش حاجة تسند الفضيلة غير الاتضاع. الفضيلة ترفع الإنسان لفوق، لكن الاتضاع يسندها ما يخليهاش تقع. ولذلك القلب المنكسر والمتواضع لا يرزقه الله. الإنسان المسكين بالروح دايما يشعر أنه خاطئ، حتى لو عمل ونفذ كل الوصايا بتاعت ربنا برضو يعتبر إنسان خاطئ. القديسين كانوا يبكوا بالدموع على خطاياهم، وكان عندهم حساسية عجيبة جدا في البكاء. زي ما قلت لكم الأسبوع اللي فات، اللي عند أرسانيوس من كتر دموعه رموشه كانت بتقع، رموش عينيه كانت بتقع من كتر الدموع. وتلميذه بيقول حتى أنت يا بانا بتبكي، بتبكي على إيه؟ أنا أبدأ ببكي على خطاياي، ببكي على خطيتي. فإذا كان الناس القديسين دول بيشعروا دايما أن هم خطاة، وما نحن نقول إيه بقى اللي في العالم؟ نقول إيه؟ ولذلك الإنسان المصاحق الروح لما يقف قدام ربنا ما يقولش أننا أي شيء، بالعكس يشعر أنه هو لا شيء، أن ربنا هو كل شيء، وربنا هو اللي يديله المواهب اللي هو عايزها. الإنسان المصاحق الروح ما يقولش أنا تخلصت، أنا خلصت وأنا تبت وأنا تبررت وأنا تقدست وأصبحت قديس. ما يقولش كلام ده أبدا، لا يمكن يطلب حاجة زي دي كده. لأن هو وصل لدرجة التجديد والتوبة والامتلاء بالروح وأصبح واحد يعني من القديسين، الناس تنظر إليهم نظرة خاصة، يبقى ليه بيقول اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا للذنوبين دي؟ دي كلمه اغفر لنا ذنوبنا دي تخلي كل واحد فينا يشعر ان هو خاطئ مهما عملت. ولذلك المسيح قال لو عملتم كل ما اوصيتكم به قولوا انكم عبيد بطلون. طب بيني وبينكم كده، مين فينا وصل الى هذه المرتبه اللي هي عبيد بطلون؟ مفيش حد فينا وصل للدرجة دي. ده عاوز جهاد طويل عشان نوصل لدرجة عبيد بطلون. مين فينا وصل نفذ جميع وصايا الله العشرة؟ فالإنسان مهما كان إنسان خاطئ ويقف قدام ربنا دايما منصحق الروح وكأنه إنسان خاطئ. الإنسان المستحق الروح مش بس يقف قدام ربنا كإنسان خاطئ، ده حتى يبقى مستحق الروح أمام الشياطين. هتقولوا لي إزاي؟ أديكم مثل واضح، هو القديس الأنبلتونيوس. الشياطين تجمهروا عشان يحاربوه وهو في الوحدة، فراح قال إيه؟ قال أيها الأقوياء لماذا تتجمهروا كلكم عشان تحاربوني أنا؟ ده أنا أضعف من أن أحارب أصغركم.
انتم كلكم تيجوا تحاربوني، ده اصغر واحد فيكم يغلبني. شوفوا الاتضاع حتى امام الشياطين. وقال له يا رب اعمل ايه مع الشياطين دول اللي انا فاكرني ان انا شيء وانا لا شيء. وفي مره القديس الانبا انطونيوس لقى الشياطين باسطين على الارض في خاخ ساعات يحطوا له اطباق ذهب وفضه، ساعات يظهروا له بشكل نساء عشان يغروه في خاخ بينصبوها له ليل ونهار. فبص كده لفوق قال يا رب من يفلت، مين يفلت من هذه الفخاخ؟ فسمع صوت من السماء يقول له المتواضعون يفلتون. دايما ربنا ينصر الانسان المتضع. زي مره سيدنا بابا كان مره بيقول لو واحد ضرب واحد ألم والتاني راح ضربه ألم، واحد تاني ضربه ألم راح محود الحد الآخر من هون الأقوى. طبعا اللي حول لخد الآخر هو الأقوى، مش اللي خد طاره واداله الألم التاني، لا، اللي بيحول لخد الآخر هو الإنسان القوي المتواضع المنسحق الروح. ولذلك بولس الرسول يقول إذا جاء عدوك اطعمه وإن عطش اسقيه. لو عملت كده كأنك وضعت جمر النار على راسه. شوف قد ايه المسيحية والتسامح قد ايه. التسامح ما هوش ضعف، والتواضع ما هوش ضعف، لأن ربنا هو اللي بيدي القوة وقوة الانتصار. كذلك أيضا القديس أبو مقار ظهروا له مرة القديسين قالوا له ويلاه منك يا مقارة، أنت عايش في البرية وإحنا عايشين في البرية، انت بتصوم واحنا ما بناكلش، انت بتسهر واحنا ما بننامش، ولكن انت غلبتنا بحاجه واحده باتضاعك. فبالاتضاع والمسكنه الروحيه ممكن الانسان يغلب وينتصر. المسيح بيقول طوبى للمساكين بالروح لان لهم ملكوت السماوات. ليه بيقول لهم ملكوت السماوات؟ سيد المسيح بيشجعنا يقول انت لما تكون مسكين بالروح هدي لك هدية عظيمة جدا لا تقدر بثمن، هذه الهدية العظيمة هي ملكوت السماوات. ولذلك كان كل الناس القديسين كان بيجاهدوا الجهاد الحسن ويكملوا ويحفظوا الإيمان ويكملوا السعي عشان يرثوا ملكوت السماوات. فربنا عايز يشجع تلاميذه ويشجعنا كلنا عشان خاطر نهتم بملكوت السماوات. وده ليه؟ لأن كان اليهود بيهتموا بالملك الأرضي ودايما بيطلبوا إن يكون ليهم ملك، ولكن شافوا المسيح مش عايز يبقى ملك. المسيح قال له بصراحة مملكتي ليست من هذا العالم، مملكة المسيح فوق. ولذلك المسيح عايز ينقل تفكيرنا وعقولنا من مستوى الأرضي إلى مستوى السماويات، بدل ما نبص الممتلكات على الأرض نبص الملكوت السماوات اللي في السماء الذي لا يقدر بثمن. حياتنا على الأرض مهما طالت أو قصرت هي أيام سنين مهما طالت، ولكن الحياة الأبدية لا تقدر بملايين الملايين من السنين، ملهاش نهاية ملهاش نهاية. فعشان كده المسيح بينبهنا ولحاولوا كل جهدكم أن تنالوا ملكوت السماوات. وهو من محبته فينا قال أنا ماض لأعد لكم مكانا وحيث أكون أنا تكونون أنتم أيضا. هو ده ربنا الحنين اللي عايزنا دايما نبقى معاه على الأرض وفي السماء.
عشان كده المسيح اداهم أمثلة كتيرة عن ملكوت السماوات، وهذه الأمثلة موجودة في إنجيل متى إصحاح 13. قال لهم مثلا ملكوت السماوات يشبه حقل، وهذا الحقل فيه لؤلؤة كبيرة كثيرة الثمن. تاجر لقالق، تاجر لقالق بيتاجر في اللقالق، لقى لؤلؤة كبيرة كثيرة الثمن، فراح باع كل ما يملك لكي يشتري هذه الجوهرة وهذه اللؤلؤة الكثيرة الثمن. من أجل الملكوت الواحد يبيع كل حاجة ملهاش قيمة في سبيل الملكوت. ولذلك ربنا قال من يترك أبا أو أما أو إخوة أو أخوات أو بيت أو حقول أو أي شيء من أجلي ينال على الأرض أضعاف وفي السماء الحياة الأبدية ملكوت السماوات. فالمسيح عايز يعلمنا أن ملكوت السماوات ده هو حاجة قائمة زي التاجر اللي لقى اللؤلؤة الكثيرة الثمن. اللؤلؤة الكثيرة الثمن هو الكتاب المقدس، لؤلؤة كثيرة الثمن. ولما تقرأ الكتاب المقدس بعمق وبتأمل وبحب هتجد في آية تناسب ظروفك وتناسب حياتك وتطبقها في حياتك عشان تقدر تجاهد وتقدر تنال ملكوت السماوات. القديس الأنبا أنطونيوس كان حضر الكنيسة زيكم كده وسمع الشماس بيقرأ الإنجيل بيقول فيه إن أردت أن تكون كاملا اذهب بيع كل مالك وتعالى اتبعني حاملا الصليب. فقال الكلمة دي موجهة لي أنا. طب ما في مئات قاعدين في الكنيسة، لكن هو خد الكلمة دي ليه، وأصبحت هذه الكلمة هي اللؤلؤة الكثيرة الثمن. وكان وارث من أبوه 300 فدان، باعهم وباع كل شيء من أجل هذه اللؤلؤة الغالية الثمن لكي يحتفظ بها. ولذلك أصبح الأنبا أنطونيوس قديس بالقديسين. لو كان الأنبا أنطونيوس احتفظ ب 300 فدان وباع عمدة البلد قبل العروس اسمها كده بدل أبوه واتجوز وخلف، كان خلفته كام؟ 10 ريال مثلا. لكن شوف دلوقتي بقى عنده آلاف من تلاميذه رهبان في جميع أنحاء العالم، لأن الأنبا أنطونيوس قبل الانقسام فالعالم كله يعرف إيه هو الأنبا أنطونيوس، وهو اللي أسس الرهبنة في جميع أنحاء العالم من واحد واحد بس من أجل هذه اللؤلؤة الكثيرة في الثمن. كذلك المسيح قال لهم ملكوت السماوات يشبه امرأة وضعت خميرة صغيرة في 3 أكيال دقيق فاختمر العجين كله. هذه الخميرة الصغيرة اللي هي عمل الروح القدس في داخل الإنسان، لأن الخميرة بمجرد ما تتحط في الدقيق في العجين تشتغل لا تتباطأ ولا تتكاسل، بسرعة تنشط وتتكاثر تتكاثر لغاية ما العجين يخمر ويكبر. فهو ده عمل الروح القدس في الكنيسة. خدوا مثلا الكنائس هنا عندنا في لوس أنجلوس، ابتدت بكنيسة صغيرة أنشأها المتنيح أبونا بشوي كامل، وكان أبونا بشوي كامل هو الخميرة الصغيرة اللي بدأت في أمريكا كلها، لأن كنيستنا دي أول كنيسة في أمريكا كلها حتى قبل بتاعت نيوجيرسي. لو إن بتوع نيوجيرسي بيقولوا لا إحنا الأول، لكن أبونا اللي كان هناك اترسم بعد ما شرينا عندنا الكنيسة دي،
يبقى 100% احنا كنيستنا هي الاولى او الواحده. فاذا هذه الخميره الصغيره كنا كنيسه واحده وكاهن واحد سنه 70. النهارده في سنه 2010 عندنا 29 كنيسه و 51 كاهن. الخميره انتشرت، وهذه الخميره انتشرت في امريكا كلها وفي اوروبا كلها، وبالالاف بقوا موجودين. الكنائس الصوتيه دلوقتي موجوده في كل مكان في العالم، حتى المكسيك بقى اصبح فيها كنيسه، بالبرازيل بقى فيها كنائس. خميره بتشتغل ما تقعدش ساكته. الخدمة في أفريقيا مثلا ابتدت براهب قبطي لا معاه لا كيس ولا مزود ولا معاه أي حاجة ولا أي إمكانيات، اللي هو الأنبا أنطونيوس بورقس أسقف في أفريقيا، كان راهب في الأول وراح أفريقيا يبشر فيها، وابتدى يعتبر خميرة خمرت البلد كلها. أصبح في عندنا في أفريقيا 30 كنيسة واثنين أسقف. عمل الروح القدس الخميرة بتشتغل. عشان كده أحبائي كلمة واحدة ممكن تبقى خميرة عظيمة وتأثر فيك. القديس متى الرسول ربنا كان بيجمع الجباية، الجباية اللي هي ايه؟ الضرائب. كان يجمع الضرائب من الناس، وكان موظف عند الحكومة الرومانية يجمع الضرائب ويديهم الفلوس بتاعتهم، الضرائب بتاعتهم. وبعد المسيح شاف المفلوج النازل من السقف، بعديه على طول وهو خارج من البيت شاف متى قاعد عند مكان الجباية عشان يجمع الضرائب من الناس. المسيح قال له كلمة واحدة، قال له اتبعني. كلمة اتبعني دي يقول الكتاب المقدس ترك كل شيء وتابع المسيح وساب كل حاجة. وكان كلمة اتبعني خميرة قوية عملت في قلب متى الرسول، وأصبح تلميذ ورسول من تلاميذ المسيح، وأصبح إنجيلي لأن كتب إنجيل متى. خميرة صغيرة، كلمة واحدة. القديس بطرس الرسول وأندراوس الرسول أخوه كانوا بيصطادوا سمك ولم يصطادوا شيئا، وسهروا ليلة كله ولم يصطادوا شيئا، وبعدين شافوا من المسيح وقعد يوعظ الناس من المركب بتاعت بطرس، وبعد العزة قال له ادخل للعمق وارمي الشبكة. قال يا سيد لقد صهرنا الليلة كله ولم نصطاد شيئا، ولكن على كلمتك نلقي الشبكة. وألقوا الشبكة فاصطادوا سمكا كثيرا جدا، لدرجة أن الشبكة كانت تتخرق، وطلبوا مساعدة من المركب اللي موجود على الشاطئ الثاني اللي كان فيها يوحنا الحبيب وأخوه يعقوب أولاد زبدي، وراح عشان يساعدوه. وكان كلمة سأجعلكما صياد الناس، ومش بعد على كده مش هتبقوا صيادين سمك وهتبقوا صياد الناس، وبقى من تلاميذه. وأصبحت هذه الجملة خميرة قوية في قلب التلاميذ الأربعة دول اللي بدأوا الخدمة مع المسيح. فالخميرة بتشتغل، تبتدي بحاجة واحدة. القديس الأنبا بولا أول السواح، أول سواح، لكن كان كخميرة لانتشار طقس السياحة، وأصبح فيه كثير من السواح موجودين في البلد، ودي درجة عالية في الحياة الروحية. فإذا أحبائي الخميرة تعمل بسرعة بدون تكاسل،
وبدون تباطؤ. العجين الدقيق يتحول إلى خميرة، بحيث لو خدنا جزء من العجين ممكن يتحول إلى خميرة لعجين آخر، وكل ما ناخد حتة من العجين تبقى خميرة لعجين آخر، وهكذا تنتشر الانتشار، هذا الانتشار العجيب. والدقيق يقول له ازاي انت قطمرت كده، يقول لهم لا انا، بل الخميرة تتعمل فيا، هي الخميرة هي السبب. فكلمة ربنا حبائي خليها تخمر في قلوبكم وتأثر في قلبك وتختمر وترجع تاني إلى صورة المسيح، وترجع تاني إلى صورة المسيح، أن ربنا خلقنا على شبهه ومثال. كذلك أيضا المسيح قال يشبه ملكوت السماوات حبة خردل، أصغر أنواع البقول، أصغر أنواع البقول، لكن عندما تنمو لشجرة كبيرة يتآوى إليها طيور السماء. المسيح في منتهى الذكاء وفي منتهى الحكمة ادانا مثل الخميرة من أجل النمو الداخلي من الداخل، وادانا مثل حبة الخردل من أجل النمو الخارجي. تكبر حبة الخردل تبقى شجرة كبيرة يتآوى إليها طيور السماء. هذه حبة الخردل هي حبة الإيمان، الإيمان يكبر وينتشر ويبقى أغصان كثيرة يتآوى إليها طيور السماء اللي هم المؤمنين يتآووا فيها. فإذا المسيح بيشجع تلاميذه يقول ما تبصوش لنفسكم إن كنتوا صيادين سمك وغير متعلمين وغير مثقفين، لكن ثقوا انتوا خميرة صغيرة وحبة خردل صغيرة، لكن انتوا لما تشتغلوا وتشتغلوا في الكرازة هتنمو هذه الحبة وتبقى شجرة كبيرة وتآوى إليها طور السماء. وده اللي حصل لما حل الروح القدس على التلاميذ في يوم 50. بطرس الرسول خرج وعظ وعظة بسيطة جدا، جذب 3000 واحد إلى المسيح يتآووا في شجرة الإيمان. ولما شاف المفلوج اللي كان بيشحت المخدع على باب الجميل في الهيكل الجميل اسمه كده، وكان بيشحت لأنه أعرج ما بيشغلش، فجه بطرس ويعقوب داخلين الكنيسة ويوحنا ملقوما بيقولوا لي ابدا ما عندناش فلوس، لا معنى ذهب ولا فضه، ولكن اللي منعنا عن دهولك باسم يسوع المسيح الناصري قم وامشي. حبه الخردل جوه نمت، والناس بقى يبصوا للراجل وهو بيرقص من فرحته، ازاي خفيت؟ بتمشي ازاي؟ ازاي انت بتمشي؟ قال لهم الناس دول قعدوا يبصوا لهم كده، شوف الاتضاع، بتبصدنا ليه؟ هل فاكرين بتقوانا ان احنا شايفين هذا المريض؟ ابدا، ده باسم يسوع المسيح الناصري هو اللي ماشي. وكانت هذه المعجزه سبب ان 5000 واحد رجل يؤمن بالمسيح، وازدادت فروع الشجره وتفرعت شجره الايمان في كل مكان. فربنا يبارك في حياه الكنيسه ويبارك في قداسة البابا وفي الأباء الأساقفة والكهنة والشمامسة وكل فرد من أفراد الشعب، لكي كل واحد فينا يبقى فيه صورة المسيح. كل من يراكم يشم فيكم رائحة المسيح الزكية. اوعى تستصغر نفسك ولا تستصغر مجهودك، كن خميرة صغيرة نشيطة فعالة أو حبة خردل صغيرة تنمو وتأتي بأغصان كثيرة. فاهتموا يا أحبائي بالنمو الداخلي وبالنمو الخارجي، ولله المجد الدائم أبدياً.